بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اليوم في مدينة ودلاو في بداية سلسلة جبال الريف، هذه المناطق الجميلة والتي سكنها أجدادنا الأشراف والزهاد والعلماء، وكانت منطلقا للجهاد وللدعوة وللعلم. تبعد هذه المدينة التي تشتهر بالصيد وبالحرف التقليدية والصناعات الفخارية، تبعد عن تقريبا 25 كيلومتر عن مدينة تطوان، ويعني تعتبر شاطئ جميل ومقصد للسياح. يضاهي في تصوري، يضاهي يعني من خلال زياراتي إلى كثير من الدول الأوروبية، تضاهي ما هو موجود في إسبانيا وفي البرتغال حقيقة. فهذه بركات الأجداد الأشراف، وهذا التواصل بيننا نحن كأشراف الحجاز وأشراف المدينة العشماويين الودغيريين بأبناء عمومتنا هنا الأشراف العلم العلميين والعمرانيين وكافة الزوايا الصوفية التي كانت منارا للعلم وللقرآن وللدعوة وللسنة وللإسلام الصحيح المعتدل. وهذه المدينة كما هو معلوم أن مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس يوليها العناية والاهتمام، وتتشرف بزيارة سنوية من مقام جلالته لهذا المصيف الجميل حقيقة. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدنا كثيرا بالتواجد في هذه المدينة الجميلة من مدن الساحل الشمالي في المملكة المغربية الجميلة الشريفة. المدينة صراحة رائعة، يعني تجمع ما بين الساحل وما بين الجبال. المنطقة العمرانية الآن هي أسفل جباع على الساحل، واضح التنظيم الجيد والجميل، وواضح الرقي في حتى في التصميم. يبدو أنه يعني الجذب السياحي عالي جدا في هذه المنطقة. الجو رائع بديع جدا للغاية صراحة، يعني حقيقة ما تختلف عن أي منطقة من مناطق أوروبا الراقية حقيقة. يعني صراحة يعني شعور ارتياح ومبتهج لما نشاهده صراحة حقيقة في الساحل الشمالي للمغرب الجميل. عبد الله سعود قباني من السعودية، وهذه ثاني زيارة لي للمغرب. وصراحة في هذه الرحلة فوجئت بالمناطق الخلابة، ومثل ما ذكر أخواني منطقة يعني صراحة جميلة تمتاز بالجو البارد، وخاصة في الصيف يأتون لها السواح من جميع أماكن المغرب. منطقة جميلة وتمتلك جميع المميزات، وأنا سعيد صراحة ويعطيكم ألف عافية. شعور لا يوصف حقيقة، في خاصة الأجواء اليوم أجواء جميلة على، وهو يعني شيء محبب بالنسبة لنا صراحة. مناظر الطبيعية، الجبال والغابات والبحار والبحر محببة لنا صراحة. أشكركم على تواجدنا في هذا المكان صراحة. هم معايا الآن ومنبهرين كذلك في السعودية من متحفز للسناب شات وتويتر، يسألون على الأماكن هذه بالتحديد، وأنا الآن قاعد أسوق للمنطقة إعلاميا، فإن شاء الله يعني تتغير وجهة النظر للسعوديين على هذه المنطقة إن شاء الله.